شايفين هنعمل ايه مع بعض النهاردة؟ طبعا اللي متابعيني على صفحة الفيسبوك عارفين ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا، مش هنعمل دي، مش هنعمل دي، استنوا استنوا استنوا، هنعمل دي مع بعض النهاردة. بصوا جميلة خالص ازاي، ورقيقة جدا وسهلة وبسيطة، وهتخلص معاكي، مش هتاخد معاكي ربع ساعة عمايل، لو سريعة لو بطيئة قوي هتاخد معاكي نص ساعة وتكون خلصانة. طبعا طبقوها وبعتوها لي على صفحة الفيسبوك او على التليجرام، هتلاقوا اللينكات تحت في صندوق الوصف. يلا بينا ما نضيعش وقت ونبدأ حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ، ما تنسيش تدوسي لايك للفيديو وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار على تليفونك لكل فيديو جديد بننزله. يلا بينا نبدأ درس النهاردة او حلقة النهاردة، ونقول بسم الله. اهلا بكم في قناة كروشيكو. اول حاجة هنبدأ بيها ده اللون الاول اللي انا هستخدمه، اللي هو اللون الابيض، واللون التاني اللي هو العاطي على اخضر شوية، ده مش عارفة اسمه فستق ايه ولا اسمه ايه، اكتبوا لي اسمه في الكومنتات عشان انا مش عارفة اسمه ايه بجد. تمام، هبدأ باللون الابيض وهنبدأ نعمل عقدة بداية بالشكل ده، وبعدين سلسلتين، وهدخل في أول سلسلة وهشتغل أول 6 غرز حشو معي. طبعا بشتغل بغرزة الحشو إكس اللي بعدي الإبرة فيها من فوق الخيط بالشكل ده، 4 5، ودي الستة، وهقفل العقدة جامد. وبعدين هدخل فوق أول غرزة واخد الخيط بتاع البداية ده معايا، وهبدأ اشتغل تاني سطر كله تزايد. هكرر التزايد 6 مرات، 1 أول غرزتين، وهكذا لغاية ما يبقى معايا 6 غرز تزايد. دلوقتي هبدأ شغل في السطر التالت. جبت الماركر بتاعي، هو ده اللي هعلم بيه بداية كل سطر، هبدأ اشتغل في الغرزة الاولى، اشتغل فيها غرزة حشو، والغرزة اللي وراها هشتغل فيها تزايد. تزايد يعني غرزتين في نفس الغرزة، وهكذا هكرر الخطوتين دول 6 مرات في السطر كله، يعني 5 مرات كمان. هشتغل حشو وتزايد، السطر رقم 4 ورقم 5 هشتغلهم زي بعض، هشتغل رقم 4 معاكم ورقم 5 هشتغله ورا الكاميرا. هشيل الماركر وهحطه في بداية السطر الجديد، وهبدأ اشتغل في بداية السطر 8 غرز حشو، 1 2، هعمل الغرزة التامنة بس مش هقفل عليها، هجيب اللون التاني اللي بشتغل بيه وهبدأ اعمل عقدة بداية بالشكل ده، وهطلع من الحلقتين واخد الخيط معايا وانا شغالة. هبدأ اشتغل بعد كده 10 غرز حشو باللون ده، 1، يعني هشتغل غرز حشو لغاية نهاية السطر، 2، جيت في نهاية السطر عند الغرزة رقم 10 اللي هي الأخيرة، وهبدأ ان انا ادخل باللون الابيض عشان ابدل الخيط بالشكل ده،
وهبدأ السطر رقم 5 وهعمله بنفس طريقة السطر اللي فات، بس هاخد معايا الخيط اللي باللون ده عشان اكمل بيه باقي السطر من الناحية التانية لما اوصل عند 10 غرز اللي في الناحية التانية. 2 كده وصلت لنص السطر للجزء بتاع تغيير اللون. هبدأ اخد اللون واغير بيه وهكمل باقي العصفور باللون الاخضر ده، فانا مش هحتاج اللون ده تاني، فهعقده في اي خيط متبقي جوه الراس وهقص الخيط الزيادة، وهكمل شغل باللون الاخضر ده. هشتغل باقي السطر 10 غرز حشو باللون ده. بعد ما خلصت السطر الخامس هبدأ اشتغل السطر السادس والسابع، يعني السطرين الجايين هشتغلهم ثابت كل سطر 18 غرزة حشو باللون الاخضر زي ما قلت لكم، او الفستقي او ايا كان اللون ده. اتأكدي ان معاكي في السطر 18 غرزة حشو. السطر رقم 6 و7 غيرت مكان الماركر، شلته من هنا وحطيته في السطر في بداية السطر، وهبدأ اشتغل السطر رقم 8 وهو عبارة عن 10 غرزتين حشو، 1 2 حشو، وبعدين 6 غرز تزايد، واحد وفي نفس الغرزة احط الغرزة التانية، واتنين احط برضو غرزتين، وهكذا لغاية ما يبقى معايا 6 تزايد. بعد ما عملت 6 غرز تزايد هشتغل دلوقتي 10 غرز حشو من غير تزايد ولا تناقص. 2 بعد كده هشتغل ال5 سطور الجايين اللي هو السطر 9 وال10 وال11 وال12 وال13، هشتغلهم حشو ثابت من غير تزايد ولا تناقص، في كل سطر فيهم 24 غرزة حشو. كده انا خلصت السطر رقم 13 اللي هو اشتغلت من السطر رقم 9 ل13 ثابت كل سطر 24 غرزة حشو. هشتغل دلوقتي السطر رقم 14، هبتدي بان انا الاول احط الماركر طبعا عشان ما تلخبطش في بداية السطر، وبعدين هبدأ السطر ب2 حشو، 1 2، وبعدين 6 غرز تناقص، يفضل التناقص الخفي. مش قادرة تملكي الخيط والإبرة يبقى اعملي تناقص عادي مفيش مشكلة. 2 3 4. بعد 6 غرز تناقص هشتغل 10 غرز حشو، يعني هشتغل حشو لغاية نهاية السطر، وبعدين هغير تاني مكان الماركر وهبدأ اشتغل السطر رقم 15 3 حشو، 1 2 3، وبعدين 6 غرز تناقص بنفس الطريقة اللي اشتغلناها السطر اللي فات. بعد كده هشتغل في اخر السطر هشتغل 3 غرز حشو، فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة بس، تحت الحلقتين بشتغل 1 2 3. بعد كده هبدأ احشي الجسم فايبر عشان
المكان ده ما يضيقش معايا اكتر من كده. بعد ما حشيت الجسم فايبر بالشكل ده، هبدأ ان انا اغير مكان العلامة. ابدأ اشتغل، يعني يعتبر ده اخر سطر او السطر اللي قبل الاخير في الجسم. هبدأ اشتغل 3 غرز حشو. طبعا لو عايزة القطعة تبقى اكبر من كده، ممكن تشتغلي بخيط مقاسه اكبر، هتديكي مقاس اكبر طبعا. وبعدين 3 غرز تناقص، وبعدين 3 غرز حشو. كده دي اخر غرزة في الجسم. انا لسه ما قفلتش الجسم من تحت، هعمل سلسلة وارفع الخيط بالشكل ده، وهقص الخيط كده، بس مش هقص الخيط الزيادة دلوقتي، هدخله جوه بالشكل ده، وهبدأ أعدل العصفور. أنا عايزة القفلة تبقى بالشكل ده، عايزة الديل يبقى هنا، مش عايزة الديل يبقى بالجنب كده، لا الديل هيبقى كده. تمام، هنبدأ نظبط الخيط، هندخل الإبرة فين، ناخد غرزتين قصاد بعض بالشكل ده بالإبرة، وبعدين اخد نفس الخيط وابدأ اعمل عقدة بداية، وهعمل سلسلة عشان تقفل عقدة البداية كويس، وابدأ اطلعها من هنا بالشكل ده، وهعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سلاسل. لف الخيط حوالين الإبرة واسيب أول سلسلة، وهشتغل في التانية نص عمود، واللي وراها نص عمود، يبقى كده 2 نص عمود، 3 نص عمود، 4 نص عمود، وبعدين هشتغل 4 حشو على السلاسل المتبقية. بعد ما خلصت الحشو هدخل في نفس المكان اللي هو الغرزتين اللي قصاد بعض، وهعمل منزلقة، وبعدين هدخل في القصص في الغرزتين اللي قصاد بعض من الناحية التانية، وهبدأ أعمل منزلقة. وبعدين 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهكذا. هكرر اللي عملته في الجزء ده، هكرره في باقي الأماكن اللي هقفل بيها الجسم على بعضه كده. بعد ما عملت 4 ريش بنفس الطريقة، عملت قفلت منزلقة في الآخر، وبعدين عملت سلسلة، وهقص الخيط المتبقي. وده الخيط اللي كان معايا في بداية الشغل، أشده بالشكل ده، وهعقد كذا عقدة، وأقص الخيط الزيادة بالشكل ده. هبدأ دلوقتي أعمل الجناحات. بص أنا عملت واحد ورا الكاميرا، هيتركب في النهاية بالشكل ده كده، وهعمل الجناح التاني معاكم دلوقتي. هنجيب نفس لون الخيط، وهعمل عقد البداية وسلسلة في العلاقة بسلسلة، وبعدين هشتغل سلسلتين، وادخل في اول واحدة واعمل 6 غرز حشو، 1 2. بعد كده هدخل في اول غرزة وهبدأ اشتغل السطر كله تزايد، 6 غرز تزايد فوق كل غرزة غرزتين. بعد ما اشتغلت 6 غرز تزايد
المفروض اكمل بالطريق ده عادي. لا، انا هقلب الشغل وابدا اشتغل في اول واحده تزايد من غير سلاسل ارتفاع ولا حاجه، وبعدين حشو، هكرر التزايد والحشو مرتين كمان، يعني 3 مرات. بالمرة اللي عملتها تزايد وحشو، وكمان آخر واحدة تزايد وحشو. هبدأ بعد كده أشتغل 9 سلاسل، 1 2 3 4، وهبدأ ان انا الف الشغل كده تاني، وهسيب اول سلسلة وهدخل في اللي وراها واشتغل نص عمود، وهكذا على ال8 سلاسل اللي معايا. انا سبت السلسلة اللي هي سلسلة الارتفاع وبشتغل دلوقتي على ال8 سلاسل. بعد ما خلصت 8 غرز نص عمود، بعد كده هدخل في نفس المكان واعمل منزلقة، وادخل في الغرزة اللي جنبها واعمل منزلقة تاني، وبعدين الف الشغل واشتغل في السطر ده 7 غرز نص عمود. واحد، بعد ما خلصت 7 غرز نص عمود هلف الشغل بالشكل ده وهرفع الحلقة دي كده، وهسيب أول غرزة مش هشتغل فيها، وهبدأ من التانية وهشتغل 6 غرز نص عمود، 2 3، وهدخل في الغرزة اللي عليها الدور واعمل منزلقة، واللي جنبها اعمل فيها منزلقة، وابدأ الف الشغل واشتغل 5 غرز نص عمود، 2. بعد كده لفيت الشغل ورفعت الحلقة برضو، سبت أول غرزة، وبعدين هبدأ أشتغل 4 غرز نص عمود، 2 3 4، وادخل في الغرزة اللي عليها الدور واعمل منزلقة، واللي وراها واعمل منزلقة، السطر اللي جاي هيبقى معايا 3 غرز نص عمود، 1 2 3، لفيت الشغل، واللي وراه هيبقى 2 غرز نص عمود، 1 منزلقة ومنزلقة وبس كده خلاص. هعمل سلسلة وارفع على الخيط بالشكل ده، وبعدين اقص الخيط الزيادة اللي معايا. هبدأ ان انا اعمل المنقار، هعد كده الغرز اللي معايا باللون الابيض هنا كام، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8. انا عايزة 2 غرز بس، يعني عايزة اسيب من هنا 3 ومن هنا 3. هدخل في نص الغرز دي بالشكل ده، وادخل تاني في نفس المكان،
هعدي مرتين كمان في نفس المكان، وبعدين هدخل للغرزة اللي جنبها وانزل في نفس المكان، وهبدأ أرجع أدخل وأطلع 3 مرات كمان. واحد كده خلاص خلصت، هدخل في نفس المكان وارجع لورا، وادخل الإبرة في الطرف التاني من الخيط، وهبدأ برضو أعديها لورا كده تمام. هقص الخيط الزيادة وبعدين ادخل الخيط المتبقي لجوه العصفور. كده انا جبت الخيط اللي باللون البامبي، ممكن تستغني عن الخطوة دي خالص، وهبدأ اعمل الخدود. عملت الجنب ده، هعمل الجنب التاني، أعدي غرزة واحدة وآخد غرزتين كده، دي أول مرة، وتاني مرة هدخل برضو في نفس المكان بس كده، هدخل من نفس المكان وارجع الخيط لورا، والخيط الزيادة اللي من الجنب التاني هعمله بنفس الطريقة، هدخل فيه ابرة التنظيف وارجعه لورا واقص الخيط الزيادة. عملت العين دي ورا الكاميرا، دخلت بالخيط الاسود من ورا وعديت هنا، وعملت الخطوة اللي هعملها في الناحية التانية معايا، هدخل في نص الخيط البينك وهبدأ أطلع للسطر اللي فوق، هاخد خيط بالشكل ده وهبدأ إن أنا أعدي الخيط بصوا، أعديه كده أفضل عشان يبقى من على يميني. واحد 2 3 4 5 وبعدين ادخل من نفس المكان من تحت واطلع من الظهر، اقص الخيط بس الاول هقطعه عقدتين كده وبعدين اقصه، واقص الخيط وادخله جوه العصفور زي الخيوط اللي فاتت بالظبط. دلوقتي هبدا اعمل الرجلين، وجبت الخيط البينك وابدا ادخل من ورا، عايزة اعمل 3 مخالب، عايزة اعمل 3 و3، 6 يعني. واحد
وبعدين ندخل في نفس المكان واطلع من الغرزة اللي جنبها. بالشكل ده وبعدين ندخل في نفس المكان واسيب غرزة وادخل في اللي جنبها، اسيب غرزتين قصدي وادخل في اللي جنبهم. وبعدين اسيب غرزة من فوق وادخل في اللي جنبها واعمل نفس اللي عملته الجنب التاني، بخلي الجنب التاني بالظبط. وبعدين في الاخر برضو اخلي الخيط يرجع لورا واعقده، بعدين اقص الخيط الزيادة زي ما بعمل في باقي الخيوط بالظبط. كده بص بقى الخطوة دي انا مستنيها اصلا من بداية الباترون. هعدي خلة السنين والسلكاتة والعسالة، ايه ده، ايه الجمال ده، ايه العسول ده. نلزق بقى الجناحات، الجناحين بتوعه، الشمع بالشكل ده. هبدأ ألزقه واجيب هنا شوية شمع واحطه على الديل بالشكل ده. هنا بقى انا عايزة اعملها ميدالية، فجبت الخيط الابيض وعملت 50 سلسلة. بعدين هدخل في اول واحدة واعمل منزلقة بالشكل ده وسلسلة كمان، وارفع الخيط كده بزيادة. وهعقد الأول الفتلتين دول ببعض اللي هي بتاعت البداية والنهاية. طبعا البداية هي اللي هقصها، وهثبت السلاسل في الظهر بالشكل ده هنا كده في النص، مش هثبتها من فوق، يعني مش من فوق، من عند الخيط اللي من فوق، هثبتها من ورا شوية بحيث انها ما تبقاش باينه قوي معايا. كده نكون خلصنا العصفور الكيوت بتاعنا اللي بخلة السنان. بصوا جميل جدا ازاي. ما تنسيش بقى، لان بعد كل اللي انا عملته دوت، انا عارفة مش هتعملي لايك للفيديو، ولو لسه مشتركتيش مش هتشتركي، ولا كأني عملت حاجة، ولا كأني تعبت، ولا كأني جبت لكم فكرة جديدة، ولا اي حاجة خالص. انا كل اللي بتمناه انك تنزلي تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش لغاية دلوقتي، وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار على تليفونك لكل فيديو جديد بنزله. واول ما يوصلك الاشعار على تليفونك تقومي داخله على طول على الفيديو الجديد عشان تشوفي هنعمل ايه مع بعض. هستناكم في فيديو جديد ودرس جديد بإذن الله. مع السلامة.